مرحبا بكم في فيديو جديد وحصة جديدة. اليوم إن شاء الله سنخصصها للتعرف على المساحة الجانبية، المساحة الكلية لمتوازي المستطيلات. هذا النموذج، إذا هذا النموذج كما تشاهدون فيه القاعدتين، هاتين القاعدتين بالإضافة إلى الوجوه الجانبية. نحن الآن نريد أن نقوم بحساب المساحة الجانبية لهذا المتوازي المستطيلات، والمقصود بالمساحة الجانبية أي مساحة هذه الوجوه الخضراء، واضح؟ إذا سأعطيكم مثالا آخر للمساحة الجانبية، مثلا هذا نشر لمتوازي المستطيلات، هذه الوجوه الصفراء التي ترونها هنا هي الوجوه الجانبية، أما هنا فهي القاعدتين، على اعتبار أن متوازي المستطيلات هذا يعني متوازي مستطيلات طويل نوعا ما وليس أفقي يعني عمودي، فلدينا القاعدتين هنا وهذه الوجوه الصفراء فهي المساحة الجانبية أي جوانب متوازي المستطيلات، واضح؟ إذن نعود إلى نموذجنا الأول. إذن قلنا المساحة الجانبية لهذه الوجوه الخضراء هي التي نريد أن نقوم بحساب مساحتها. إذن فلكي نقوم بحساب المساحة الجانبية الخاصة بمتوازي المستطيلات فيلزمنا أن نقوم بحساب محيط القاعدة. إذا كما تعلمون أعزائي المشاهدين، فمحيط المستطيل هو الطول زائد العرض زائد الطول زائد العرض، هذا بالنسبة للأشكال الهندسية المسطحة، لكن هنا لدينا مجسم. إذا فبدل أن نقول الطول زائد العرض فنقول يعني محيط. إذا الآن نحن سنقوم بحساب محيط القاعدة، يعني هذه هي القاعدة الموجودة في الأسفل، نحن سنقوم بحساب محيطها. محيطها هو هذا الطول زائد العرض زائد الطول الآخر الموجودة في الناحية الأخرى زائد العرض، بمعنى لدينا الطول مرتين يعني نفس العدد مرتين لأنهما متقايسان، والعرض أيضا مرتين. إذا ماذا سنفعل؟ الطول زائد العرض في 2، يعني لأنه سيكون لدينا الطول زائد العرض مرتين، لذلك فنحن بدل أن نقوم بعملية الجمع نختصرها بعملية الضرب، فنقول الطول زائد العرض في 2 ثم نضرب الكل في الارتفاع، الارتفاع هو هذا الجزء، واضح؟ إذا أعزائي الآن لكي نقوم بحساب المساحة الجانبية لهذا المجسم الذي هو متوازي المستطيلات، المجسم الموجود عندنا، فأولا نأخذ القياسات الخاصة به. إذا أعزائي فالمجسم الموجود عندي طول ضلعه أو طول قاعدته 15 سنتيمتر، طولها 15 سنتيمتر وعرضها 11 سنتيمتر. إذا الطول 15 والعرض 11، أما بالنسبة للارتفاع فطول الارتفاع 3.5 سنتيمتر. إذا على هذه بناء على هذه المعطيات الموجودة عندنا سنقوم بحساب المساحة الجانبية لهذا المجسم. قلنا المساحة الجانبية هي محيط القاعدة في الارتفاع، قاعدتنا فيها قلنا 15 زائد 11 زائد 15 زائد 11، ولكن نحن بدل أن نقول نقول 15 في 2 زائد 11 في 2 أو نختصرها في بكتابتها بهذا الشكل 15 زائد 11 بين قوسين في 2 ثم نضرب الكل في الارتفاع الذي هو 3.5. أعيد 15 زائد 11 في 2، يعني نضعهما نضع 15 زائد 11 بين قوسين ثم في 2 أي مرتين ثم نضرب الكل في الارتفاع الذي هو 3.5. إذا 15 زائد 11 تساوي 26،
مجموع الطول زائد العرض هو 26، و26 في 2 تساوي، أي 26 مرتين تساوي 52. 52، 26 في 2 تساوي 52، و52 هي محيط القاعدة، 52 سنتيمتر محيط القاعدة. والآن سنضرب محيط القاعدة في الارتفاع الذي هو 3.5. إذن 52 في 3.5 تساوي 182. 182 هذه هي المساحة الجانبية، 182 سنتيمتر مربع. هذه هي المساحة الجانبية لمتوازي المستطيلات الموجود أمامنا. إذا الآن أعزائي نمر إلى حساب المساحة الكلية الخاصة بهذا المجسم دائما. إذا بما أننا قمنا بحساب المساحة الجانبية والتي قلنا هي 182 سنتيمتر مربع، فماذا سنفعل الآن لكي نقوم بحساب المساحة الكلية؟ طبعا المساحة الكلية المقصود بها هي مساحة القاعدتين زائد المساحة الجانبية، أي مساحة هذه الأجزاء أو الوجوه الخضراء زائد مساحة القاعدة العلوية والقاعدة السفلية. واضح؟ إذا الآن لكي نقوم بحساب هذه المساحة، فنحن سابقا قمنا بحساب المساحة الجانبية. إذا كل ما علينا الآن هو أن نقوم بجمع المساحة الجانبية مع مساحة القاعدتين. القاعدتين هما على شكل مستطيل، ونعرف كلنا أن مساحة المستطيل هي الطول في العرض. الطول في العرض، إذن هنا الطول هو 15 سنتيمتر والعرض هو 11 سنتيمتر، ولكن لا ننسى أنه لدينا هنا قاعدتين اثنتين. إذن مساحة القاعدتين هي 15 في 11 زائد 15 في 11، ولكن نحن بدل أن نقوم بحساب 15 في 11 مرتين، فنحن نقوم بحساب المساحة الخاصة بالقاعدة الأولى ثم نضربها في اثنين، بمعنى في قاعدتين. واضح؟ يعني مرتين. إذا ماذا سنفعل؟ نأخذ 182 والتي هي المساحة الجانبية، نضيف عليها مساحة القاعدتين. إذا المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدتين تساوي 182 زائد 15 في 11 في 2. هذه مساحة القاعدتين، 15 في 11 في مرتين، يعني في قاعدتين اثنتين. سنحصل على ماذا؟ سنحصل على 182 زائد 15 في 11 تساوي 165. 165 في 2 تساوي 330 سنتيمتر مربع. إذن هذه هي مساحة القاعدتين، هي 330 سنتيمتر مربع. والآن نقوم بإضافة المساحة الجانبية لمساحة القاعدتين. المساحة الجانبية قلنا هي 182، الآن نضيف عليها 330 وهو قياس مساحة القاعدتين. 182 زائد 330 تساوي 512. هذه هي المساحة الكلية لهذا المتوازي المستطيلات التي هي 512 سنتيمتر مربع. فدمتم بخير وإلى حصة قادمة إن شاء الله.